نحن ما بدنا نأيد حكومة الإنقاذ ولا بدنا نأيد الحكومة المؤقتة. تماما. نحن طلاب أحرار. مننا سنة خامسة كان في جامعة حلب. بس شوية. التحق بالثورة من بدايتها. فهو حاليا لازم خريج ويمارس عمله بشكل طبيعي. الشغلة الأساسية نحن في أموال هي للحرم الجامعي. هي ملك للجامعة. نحن ما بدنا لا حدا يتحكم فيها ولا أي حدا من الحكومات. نحن اللي منطالبه هو تحييد التعليم. طبعا اليوم الطلاب اجتمعوا في هذا المكان في كلية المعلوماتية في جامعة حلب الحرة اعتراضا على ما قامت به حكومة الإنقاذ من إغلاق المكاتب الرئيسية لجامعة حلب وإخضاعها بالقوة لحكومة الإنقاذ. طبعا يعني ما قامت به عمل لا يقبل به أحد. فمجلس التعليم العالي السابق الذي يقوده جمعة العمر والذي فيما بعد أصبح تابعا لحكومة الإنقاذ هدد مرارا بإغلاق جامعة حلب وبعد ذلك قاموا بإخضاعها بالقوة وهذا الأمر الذي يرفضه الطلاب. الكثير من طلاب جامعة حلب في المناطق المحررة تركوا الدراسة لفترات طويلة. ليش؟ لأنه هديك اسمها مناطق نظام، مناطق محتلة، وهي اسمها مناطق محررة. أجوا لهون عشان يبنوا جامعتهم اللي بتحقق لهم آمالهم، جامعتهم جامعة الثورة. ونحن كنا غالبا كثير مننا كان في جامعة حلب. جامعة حلب المعروفة هي باسم جامعة الثورة. احنا كطلاب جامعة حلب الحرة ضد هالشيء اللي عم يصير، ضد تدخل أي قوى عسكرية بخصوص المسيرة التعليمية خاصة بالمرحلة الجامعية، منطالب بتحييد السياسة عن التعليم. نحن طلعنا بالثورة لنوقف بوجه كل أشكال الظلم والقمع والاستبداد، بس يلي عم نشوفه حاليا إنه التاريخ عم يعيد نفسه، وهذا الشيء كتير محزن بالنسبة لنا. خلال 7 سنين اللي مضت كتير ناس تركت دراستها، وهذا الشيء خلف عنا جهل مستفحل. يا شباب عيفوا الطلاب يا شباب. عيفوا الطلاب خلاص عيفوا. كل مين عنده رأي؟ بس أنا يعني الرأي ما أنت عطوك تبدي رأي ما بتسمع رأي تاني. لا ننقل كليات، بدنا نجيب كوادر، راح نجهز مخابر، راح نجهز كل شيء. بس نحن ما مندشر الطلاب أصلاً مواخذي يروح ينسرق مليون $800,000 وبعدين تجي تقول لي أنت والله وجع قلبك على الطلاب. لا أخي أنا بقول أنا استلمته وما بقى خلي يجيك دعم، وأنا هلا كنت مع الجانب التركي قلت له لن أسمح للحكومة المؤقتة بالدخول. بالنسبة للطلاب رأينا يعني قسم كبير من الطلاب غادروا الجامعة، مقر للجامعة هون بمجرد وجودك. لماذا؟ لما السبب يعني؟ طبعا أنت أولا الطلاب المتواجدين هنا في داخل الجامعة لم يكونوا هم طلاب كلية المعلوماتية، والذين وقفوا في الطرف الآخر كانوا هم طلاب المعلوماتية. فكما وصلتنا المعلومات أن هؤلاء أشخاص تمت تعبئتهم من عدد من الأماكن، ولا نعرف إن كانوا هم حقا طلاب أم جاءوا هم فقط من أجل تشويه الاعتصام، لأن المعلومات التي وصلتنا قسم منهم أنا واثق أنه طلاب، ولكن المعلومات التي وصلتنا من المساء أن هناك عمل ربما تخريبي يتم في الجامعة. فلذلك نحن كنا حريصين أنه ما يصير أي شيء بين الطلاب، ونحن تواجدنا بين الطلاب حتى لا يحصل أي شيء بين الطلاب. يغادر الطالب هذا أمر أنا أعتبره طبيعي، أنه الطالب مثلا لا يثق بي. جامعة حلب في المناطق المحررة غير مطلوب منها أن تكون تابعة لحكومة الإنقاذ، وإنما وفق قانون تنظيم الجامعات ستكون تابعة لمجلس التعليم العالي. من أحب من كوادر جامعة حلب أن يعود إلى جامعته فنحن نضعه على الرأس. طلاب جامعة حلب هم أصحاب الحق في الجامعة وسيدخلون إلى الجامعة ويدخلون إلى المقاعد التدريسية. أما من كان له أمور سياسية فسنقول له السياسة بعيدة عن الجامعات.